برنامج الشروق مورنينغ ليلقاكم اليوم من 8 وإلى غاية الساعة 10 بفقرات متعددة ومتجددة. ضيوف سيتعاقبون على هذا الفلات مشاهدينا في الرياضة، في الاقتصاد، في السياسة، في الثقافة وفي الفن. كل هذا مشاهدينا تابعوه معنا من 8 إلى 10 على شروق نيوز وعلى الهواء مباشرة. بعد قليل معرض للصحافة، ابقوا معنا. مشاهدينا مشاهداتنا، ان شاء الله هذه الصبيحه تكون زينه معنا من 8 إلى 10 بفقرات متنوعه. البدايه دائما مشاهدينا بمعرض للصحافه، نرصد لكم فيه معظم الجرائد الوطنيه الصادره لنهار هذا اليوم. وش المواضيع اللي ركزت عليها؟ وش المواضيع اللي ارتأت انها تخرجها للواجهه؟ البدايه دائما بشروق اليوم مشاهدينا. الشروق عنونت بعديد عديد العناوين وارتأت أنها تفتح بها. البداية طبعا كانت بليلة المولد النبوي الشريف اللي عرفت فيه أحياء العاصمة حرب، وكأنها حرب ما بين الأحياء. عنونة الشروق تتجول في مصالح الاستعجالات وتنقل حجم المأساة. عنونت جرحى معطوبون وحرائق في حرب المفرقعات، هكذا عنونت اليوم. في موضوع آخر وإلى الصفحة الثالثة من صفحة الحدث على الشروق اليومي اليوم، حديث لمقال للزميلة سميرة بالعمري عنونته الحكومة أمرت الولاة بتنفيذ الإجراء المفاجئ وإلزام مستغلي المستثمرات الفلاحية بدفع ضرائب 3 سنوات دفعة واحدة. كل الفلاحين والكل يهمهم الامر، ما عليهم الا يقراوا المقال الصادر لنهار هذا اليوم. الى موضوع اخر في شروق اليوم مشاهدينا اليوم، حيث ارتأت اليوم ارتأت الخبر انها الشروق عفوا انها تنوع ما بين اخبارها. هذا الخبر ايضا هو يصنع اليوم الواجهه. مخطط بين وزارتي التضامن والداخليه لحمايه اطفالهم ونسائهم. منيا مسلم سي عامر وزيره التضامن تصرح صعوبات تعترض الجزائر في تجميع اللاجئين 1000 الأفارقة. من وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة مشاهدينا، إلى موضوع آخر يتزامن وليلة المولد النبوي الشريف، الحماية المدنية تسجل 2779 تدخل في ظرف 24 ساعة. المفرقعات تسببت في حرائق في البيوت والمحلات وحتى الأشجار. اليومي بملحقها الشروقي الساخر أو الشروق الساخر، اتبعوه اليوم في ملحق الشروق اليومي مشاهدينا. من الشروق إلى الخبر، الخبر أيضا اليوم ارتأت التركيز على عديد المواضيع. فلايون تاع الخبر كما راكم تتابعوا، تبذير مفضوح في الخارجية والتضامن، مجلس المحاسبة يكشف الخروقات. نعم، وعندما يتحول الاحتفال بمولد إلى حرائق وطوارئ في الاستعجالات. وارتأت أيضا الخبر أنها يعني تذهب إلى ما ذهبت إليه العديد، نال جائزة أفضل لاعب إفريقي لهيئة الإذاعة البريطانية. محرز طبعا هو 7 أحسن لاعب في العالم والسادس في إفريقيا. تفاصيل أكثر تتابعوها في الخبر لنهار هذا اليوم، بالإضافة إلى ملحق يهتم بالمرأة
ببشرة المرأة وبموضة بجمال بأناقة المرأة. من الخبر إلى الفجر. الفجر اليوم احتفالها بالمولد النبوي الشريف بان على لاون تاع الفجر. أغلب الحوادث تم تسجيلها في ولايتي العاصمة والمدية، احتراق 7 منازل وإصابة 2 في احتفالات المولد النبوي الشريف. القبضة الحديدية بين محرز ورانييري تتواصل، كما ارتأت أيضا الافتتاح بتصريح للسفيرة الأمريكية. النخبة الجزائرية قدوة للعالم بعدم استسلامها سنوات العشرية السوداء. الفجر عنونت اليوم. بإمكانكم أيضا اليوم يعني عند اقتنائكم الاستمتاع أو قراءة الكرونيك، يعني قراءة العمود لمديرة الفجر حدة حزام تحت عنوان إنه زمن الخرافة والشعوذة. ما هو هذا الزمن؟ تابعوه اليوم في الفجر. من الفجر إلى البلاد. البلاد ركزت اليوم على غالبية كل الجرائد الوطنية على ليلة المولد النبوي الشريف وعلى الطوارئ اللي حجت في المستشفيات، إلا أنها فضلت اليوم أنها تتحدث عن الاقتصاد باعتبار أن هناك استقرار كبير ويعرفوا سوق النفط. وعنوانات الأوبك تتوقع ارتفاع الأسعار بعد الالتزام بخفض الإنتاج، كما تتابعون في لاون تاع البلاد اليوم. سوق النفط يتعافى بعد اتفاق الجزائر. لما نفتحوا الجريدة لاحظوا أنه عديد المواضيع في الشق الوطني ارتأت الفجر أنها تفتح فيها، لكن كانت البداية بسوق النفط يتعافى بعد اتفاق الجزائر. والجزائر تعزز في قلعها الدبلوماسي بعد نجاحها في الكولسة الاقتصادية. نبقى دائما في الاقتصاد. وإلى موضوع آخر أيضا تتحدث فيه الفجر عن أسعار النفط في مستويات قياسية ب 58 دولار للبرميل. 58 دولار للبرميل هو سعر البرميل في سوق النفط اليوم. ليس فقط في استقرار، وإنما في ربما حد المعتدل. من نبقى دائما في البلاد إلى موضوع آخر، عجز في سلك شبه الطبي عبر المستشفيات بعد خروج أكثر من 10,000 ممرض إلى التقاعد. ونقابة شبه الطبي أيضا تدعو إلى تكثيف التكوين لتدارك هذا الخلل. عديد المواضيع اليوم في البلاد. والموضوع الأخير في البلاد ربما يتحدث عن توارثها سكان منطقة القبائل أبن عن جد لوزيعة لإحياء مناسبة المولد النبوي الشريف. وأيضا في الجزائر طوارئ بالمستشفيات مشاهدينا بعد الحرب المفرقعات التي وقعت في المولد النبوي الشريف، رغم أنه المولد هو بريء من كل ما حدث ويحدث كل سنة مع حلول المولد النبوي الشريف. من البلاد مشاهدينا نروح نشوف الوطن اللي أيضا ذهبت إلى ما ذهبت إليه البلاد وافتتحت بسوق النفط وقالت أنه لو مارشي روبخون كونفيونس، بمعنى سوق النفط يعاود يسترجع الثقة ويعاود يسترجع التوازن بعد الاتفاق اللي كان في فيينا واللي قادته الجزائر. ليبرتي مشاهدينا اليوم كانت افتتاحتها سياسية بامتياز وألقت الضوء على ما يحدث في لافافاس. وعنونت بطاطاش كلاك لابورت واستقال ويعني خرج من حزب الافافاس. تابعوا تفاصيل أكثر عن هذا المقال اليوم. إلى أخبار اليوم أيضا الصادرة باللغة العربية واللي راهي حاضرة معي اليوم. لاون تاع أخبار اليوم لم تختلف على قعل الصادرة اليوم. طوارئ في الاستعجالات بسبب المفرقعات، إلا أنها ركزت على افتتاح المدينة الجديدة لسيدي عبد الله. هذه أسرار المدينة الجديدة. لمن يريد أن يعرف أسرار المدينة ما عليه سوى اقتناء أخبار اليوم. إلى جريدة العربي الجديد مشاهدينا. نخرج شوية من الجزائر نروح للعربي الجديد. افتتاحيتها كانت دولية عندما قالت تهجير حلب وألقت الضوء على ما يحدث في حلب، بالإضافة إلى مصر وما وقع فيها ليلة أمس خيوط جريمة الكنيسة بعد التفجير اللي عرفته الكنيسة في مصر. لوموند الفرنسية مشاهدين أيضا حاضرة معنا اليوم. لوموند أيضا ركزت على عديد المواضيع سياسية دولية وأيضا ركزت على ما حدث في مصر أمس.
كانت هذه جولة في العالم أو في الصحف الصدى لنهار هذا اليوم، وفي الصحف الدولية منها العربي الجديد ولوموند، بالإضافة إلى جرائد أخرى بإمكانكم اقتناءها اليوم في الأكشاء مشاهدينا. تتحدث على تتويج رياض محرز باعتباره السادس أفضل لاعب في إفريقيا والسابع في العالم، وهو الأمر اللي ذهبت ليه جريدة الكرة بإمكانكم اقتناءها اليوم. إذا مشاهدينا كان هذا معرض الصحافة لنهار هذا اليوم، بإمكاننا وسنناقش ما جاء في هذا المعرض بعد فاصل قصير، لكن لا بأس أن نذكر بأحوال الطقس ثم نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، ابقوا معنا في المورنينغ المتواصل معكم إلى غاية الساعة 10. قبل قليل كان معرض الصحافة، نواصل دائما الحديث عما جاء في الصحف الجزائرية، ومن أبرز ما كان في الصحف اليوم هو الإعلان حسب تصنيف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ترتيب المدرسة الجزائرية يكون في ذيل الخاتمة من أصل 72، احتلت المدرسة الجزائرية رقم 69 حيث جودة التعليم. ناقشوا هذا الموضوع، لماذا هذه المرتبة الأخيرة؟ ما هي الأسباب؟ قد نعرفها مع ضيفنا الحاضر معايا في البلاطو الأستاذ نور الدين بكيس، محلل سياسي للقناة. أهلا بك، شكرا لحضورك معايا. بداية، عندما نقرأ أن المدرسة الجزائرية في المرتبة 69 عالميا من ناحية الجودة، يعني تقريبا الأخيرة من أصل 72 احتلت رقم 69، كيف تقرأها؟ يعني كيفاش تشوف هذا الشيء؟ يعني أولا صباح الخير. يمكن القول أنه ما حدث المدرسة الجزائرية هو نفس الشيء الذي حدث لغالبية القطاعات والمؤسسات. من حيث الكم، المدرسة الجزائرية كبيرة وضخمة جدا، لكن نوعية التعليم الذي تتلقاه أعتقد أنه من حيث الجودة هو نسبيا يعني ضعيف نسبيا، لأنه أصبحت المدرسة للأسف الشديد ربما تستطيع أن تخرج لنا ربما لا أقول أميين، لكن على الأقل التلميذ يستطيع أن يقرأ ويكتب، لكنه لا يستطيع أن يرتقي إلى مستوى التحليل والتركيب.
وكأن المدرسة قتلت في الإبداع. هناك نوع من التلقين، ليست هناك مل لبعض المعلومات فقط، لكن ليس لدينا بشكل كبير تلميذ قادر على تحليل المواضيع، قادر على أن يكون له قراءة موضوعية، أن يرتقي إلى مستوى أحسن. لذلك وجدنا أنه نسب الرسوب في الجامعة في السنة الأولى كبيرة جدا، تتجاوز 50% في السنة الأولى جامعية، قد تصل في بعض الجامعات إلى 75%. وبالتالي هناك إقرار بأنه نوعية التدريس الحاصلة في المدرسة الجزائرية هي نوعية نسبيا رديئة، لذلك ترتيبها يكون بهذا الشكل لعدة عوامل، يعني ماهيش مربوطة غير فقط. طيب إذا اتفقنا أن هذه هي المرتبة، هي المرتبة 69 من أصل 72، لكن إذا علمنا أن المواد اللي تم على أساسها اختيار أو وضع المدرسة الجزائرية في الترتيب هي مواد العلوم والقراءة والكتابة والرياضيات. أستاذ بكيس، دائما ما نتحدث أن الجزائري عنده ثقافة الهضرة ويتحدث ويجيد التعبير ولا يجيد الحسابات، ربما هذا هو قد يكون هذا الاعتبار اللي يخلي هذا الترتيب وضع الجزائر في المرتبة 69. تفكير الرياضي عند الجزائري غير موجود، غائب قليلا. لا، هي كاين مقاييس متعددة. مثلا كان دخلوا المعطى فقط تاع الإنجليزية تتغير المعادلة كليا، لأنه المنظومة تاعنا تعتمد على الفرنسية. الفرنسية مش مطلوبة عالميا، مش مطلوبة دوليا، يعني 80% من الإنتاج المعرفي العالمي هو 80% بالإنجليزية، وباقي كل اللغات، باقي اللغات بما فيها الصينية يعني 20%. يعني كي نجوا نشوفوا الفرنسية، الفرنسية ماهيش تعاون المدرسة الجزائرية. النقطة الثانية كنا نتكلموا على قضية الارتباط بالتحليل، قضية الرياضيات، أعتقد أن المشاكل اللي فيها المدرسة تاعنا مشاكل كثرتها في اللغة الأجنبية، كثرتها في اللغة الأجنبية في الفرنسية اللي كاين نتائج ضعيفة بزاف. وفي الجانب تاع الرياضيات والجانب تاع الفيزياء بالدرجة الأولى، لأنه مربوط بالعدد، الكثافة تاع التلاميذ. كي نشوفوا احنا في مدرسة في قسم نلقاو 40 50 تلميذ، يعني صعب جدا باش الأستاذ يقدر يوصل الرسالة تاعو. المقاييس تختلف. نروحوا لكندا بايزون، نلقاو كندا واش عندها؟ عندها المدرسه العاميه العموميه افضل المدرسه الخاصه. راحوا ابعد من ذلك بايزون في كندا، يحكموا احسن درس تاع الاستاذ تاع الرياضيات ويسجلوه بثلاثي الابعاد ويقدموه في كل المدارس في كندا، ويكون عندهم استاذ مرافق، يعني يضمنوا باللي احسن درس يمكن ان يقدم في كندا سوف يقدم الى كل التلاميذ. يعني المشكل المطروح هنا عندنا هذاك العجز تاع التسيير هو اللي ينعكس على الاداء تاع المدرسه، ماشي القدرات الخاصه. الابناء كلهم يولدون بنفس تقريبا نفس الشيء، يعني ما يقدرش يزيد الطفل في الجزائر عاجز عن فهم الرياضيات والفيزياء، لكن الظروف اللي يتمدرس بها هي المهمه. ودوك الاخطر من ذلك، المدرسه علاش تراجعت؟ المدرسه تراجعت لانه تقاست بالقيم السلبيه الموجوده في المجتمع، لانه المدرسه منتوج اجتماعي، التلميذ منتوج اجتماعي والاستاذ منتوج اجتماعي. كيولي الاستاذ ما يبذلش المجهود الكافي ويولي التلميذ يعتمد على الاتكاليه والغش، بالضروره راح يتاثر النسق التربوي، لانه شفنا نفسيا انه كان تراجع كبير للاساتذه. طيب، انا خدمت في قطاع التربيه جوست، ما كنت حنقول لك بصفتك يعني استاذ جامعي استاذ بكيس، تلاحظ انه عندما نقولوا باللي ترتيب 69 قراءه الكتابه والرياضيات، هل هذا ينطبق حتى على الطلبه اليوم؟ ما نحكوش على المتمدرسين، يعني لما يكونوا في السنام وفي الليسي، نحكيوا على طالب، هل يمشي معه كل هذه نقاط الضعف حتى للجامعة، أم أنه يتخلص منها مع الوقت؟ نوعية الطالب والتلميذ منتوج اجتماعي. كي كل مجتمع ينتج قيم رديئة سي بون. احنا واش السنوات الأخيرة واش ظهر عندنا بقوة؟ القيمة اللي ظهرت عندنا بالظاهرة، ظاهرة الغش، ظهرت عندنا ظاهرة الغش بشكل قوي جدا، وكاين يعني وكأنه ندخلوا في حرب أثناء الامتحانات، ندخلوا في حرب كلي، يجي التلميذ من داره مستعد ومقبل على عملية الغش، وكأنه عندها شرعية. وشفنا حتى في مسابقات تاع التوظيف تاع الأساتذة، شفنا عملية الغش حاصلة على مستوى الأستاذ. يعني كقيمة المجتمع واش دار؟ المجتمع عندكم كسرنا المدرسة، كيش كسرها؟ نهار أعطى شرعية القيم السلبية، هذيك القيم السلبية الآن هي تعطل، دوك التلميذ ماذا به؟ وحتى كيولي طالب انه يحقق الشهاده باقل جهد ممكن، هذا مشكل. كي تكون عندنا احنا قرارات سياسيه، كي يدخل السياسي يتعلق بالتربوي، بايزاب يولي عندنا باك عنده طابع سياسي، احنا على بالنا كاع في الجزائر باللي الباك عنده طابع سياسي، علاش؟ لانه نسبه النجاح مربوطه بما هو مطلوب سياسيا.
ماشي بالمستوى الحقيقي تاع الطلبه، وقلت باللي الطلبه كي يدخلوا الجامعه اول سنه نسبه الرسوب مرتفعه، تلحق في جامعات 75%، واش معناتها؟ معناتها ما عندهمش مستوى اهلهم باش يدخلوا الجامعه، لكن بقدره قادر يعاودوا ينتقلوا في الجامعه حتى يتخرجوا في الجامعه، يعني نفس الشيء اللي نلقاوه على مستوى التلميذ هو نفس الشيء اللي راح ينعكسنا على مستوى الجامعه، علاش؟ لانه عندنا عمليه ترقيه مش حقيقيه، الولد ده يطلع عندنا رطرباج لحقنا البريمير، دوك البريمير عندنا رطرباج، سنه اولى عندنا خصوصيه ماهوش معقول يعني كيف ديروا رطرباج انت في السنه الاولى بجوج ممنوع قانونا انك تعاود سنه اولى ابتدائي الا ما يعرفش حروف راح ينتقل، يعني عندنا مشكل خلل في التنظيم في المنظومه، علاش اخذ الشعبويه ماهيش ما تخدعش المقاييس بيداغوجيا. طيب استاذ بكيس، في هذه الدراسه قالوا انه هذا البرنامج الدولي لتقييم الطلبه بيزا يقيم الطلبه في ثلاث مجالات ويحلل مدى استيعابهم ومهارتهم والتركيز في حل المشكلات. طيب الطالب اليوم راهو في الجامعه، هل قدرته على التركيز وعلى الاستيعاب وعلى حل المشكلات كما هو موجود في هذه الدراسه تبقى هي يعني من غير معقول انه الطالب سواء كان ألمدي ولا كلاسيك ثلاث اربع سنوات يخرج بالنتيجه انه لما ليس لديه القدره على التركيز وعلى حل المشكلات؟ هذا ماهوش مشكل شخصي، ماهوش مربوط بالقدرات تاعو، القدرات ما تطورتش، ما كانش عامل منافسه كبير يقدر يميز القدرات. عفوا لانه احنا لما نقولوا باللي باك سياسي وفعلا باك سياسي مرتبط بوزير او باخر نحطوها بجهه، لكن نروحوا للطالب كمنتج اجتماعي لكن ككيان كعقل كشخص، هل قدره الطالب على الاستيعاب والتركيز تجدها درست في الجامعه تجدها انها في الجامعه منعدمه عن الطلبه؟ ماشي منعدمه، ماهيش ما كاش محفزات تخرج لنا هذه القدرات، علاش؟ لانه لو كان نشوفوا الطلبه نلقاو طلبه ولقاو اساتذه متميزين في كل جامعات العالم، بما فيها الجامعات الامريكيه البريطانيه احسن الجامعات، نلقاو الطالب ولقاو الاستاذ حاضر، واش معناتها؟ ما عندنا موش مشكله امكانيات فرديه، ورانا شفنا انجازات كبيره للجزائريين في محافل دوليه لكن بمجهودات فرديه. الجامعه اليوم ما تخرجناش ما تخرجش المتميز، علاش؟ لانه المنظومه كامله تاع التعليميه ما تحفزش الطالب لدرجه تخليه يبدع، على اساس وشنو؟ على اساس انه السيستم اللي نمشوا به اللي يقدروا يباسيو به ينتقلوا به هو اللي يعطل، لانه ما يخرجناش المتميز. الان الطلبه عندهم مستوى بصح ماهوش مقتنع ببذل المجهود الكافي، لانه ما كاينش فرق بين ليسونس تاع 16 وليسونس تاع 10، ما كاينش فرق، ما كاينش فرق بين حيال الماستر تاع 11 وتاع 16 مثلا الى اخره، وما عندوش ولا دخلنا معادله واحده اخرى، ولينا احنا في الماستر على سبيل المثال نمدوا علامات مرتفعه شكون للناس تاع اولاد بلادنا مثلا، قالت تلقاي جامعات معينه يرفعوا المعدلات تاع من تاع الطلبه تاعهم باش يقدروا يجوزوا للدكتوراه، وكانه لا مش دخلنا الجهويه حتى في التقييم تاع الطلبه. يعني السياسه تمارس في كل يعني مكان حتى في النقاط. المعايير ماهي السليمه، المعايير هي اللي عطلت ماشي الرغبه، وما عادوش يجينا احنا، يجينا طالب واش يقول لك؟ يقول لك انا نقدر ما نبداش مجهود كبير وننجح، يعني سي لوجيك تخمامه ومنطقي، يقول لك لانه انا من بعد وشنو؟ انا عندي التوظيف تاعي مرتبط بالعلاقات ماشي بالنتائج. ما يدير لا يعني مشكل كبير صافي شو المحفز تاعو؟ يقول لك انا عندي نفس الشهاده دوك واش نجري؟ نجري على المعرفه هي اللي راح تدير لي الفارق، صافي ما يتميزناش لانه نفس الطلبه كي نحطوه في جامعه اخرى في ليترونجي يقدر واش يدير؟ يقدر يفجر الابداع تاعو يفجر الطاقه تاعو. مي حنا دور كان نعيشوا بلو مينيموم، رانا نمشي وننتقلوا افيك مينيموم في كل مستوى، رغم انه نعترف الا الحالات خاصه اللي عندهم طلبه عندهم حوادث داخليه. كاين طلبه هذوك متميزين مبدعون، هذوك هما يحبوا، تلقاه تلميذ متميز، تلقاه طالب متميز، مي بصح الاخرين لا الاخرين سون با موتيفي، ما عندهمش حاجه تجبدهم، لانه شكون اللي يطبع في الطلبه والتلاميذ؟ الاولياء تاعهم. شكون اللي واقف؟ الاولياء شكون اللي يروح حتى المعرض الكتاب الدولي باش يشري كتابات لولادو في الجامعه؟ اولياء التلاميذ هما اللي راهم يضغطوا، راهم حاضرين في كل المسار من السنه الاولى ابتدائي، حاضرين بقوه حتى السنه النهائيه الجامعي. يعني هذا هو المشكل. مي الولد ما عندوش تحفيز، الولد القيمه ماهيش تخرج منه، علاش؟ لانه طريقه تنظيم المجتمع ما تحفزوش ماهوش متميز. حنا استبدلنا، المجتمع تغير، دوك واش ولينا؟ شكون التقدير الترقيه؟ بكري كان المعلم كان الاستاذ هو الصح في المجتمع، هو يشكل الطبقه الوسطى، نلقاوه هو المير، نلقاوه في كل المناصب هو موجود، جاو طبقات اخرى، جاو فئات اخرى، غموا المعلم، منهم دوك رجال الاعمال، يعني اصحاب المال هما اللي عندهم تقدير. يعني واش الفائده يكون عندك شهاده اجتماعيا عندك دكتوراه وانت ماكش قادر تحيا حياه كريمه؟ ما تقدرش يكون عندك دار،
ما تقدرش تكون في الوقت اللي في الحي تاعك اللي يغلق الطريق يدي الدار، يعني مش معقول هذا التقييم هذا. من بعد يجي شكون؟ يجي صاحب المال في الحي ويشري القدر، يشري النفوذ، يشري الترقيه الاجتماعيه، ومن بعد هو يفتح المؤسسات، هو يدير واش يدير؟ من بعد يولي ترقيته اكبر بكثير. مش كون على ذكر هذا الشيء استاذ، لما نقراو انه مثلا محرز السابع احسن لاعب عالمي والاول افريقيا، يعني تقدير ربما رياض محرز وتاثيره عند الشباب اليوم اكثر من دكتور جامعي في عمره في التدريس الجامعي. اخطر من ذلك. عندنا لاعبين، مع احترامنا للكل، عندنا لاعبين على الاقل محرز متميز ومبدع وحق نتائج عالميه، عندنا لاعبين في الجزائر ما عندهم حتى مستوى يعني اخلاقي، ما نتكلم على اخلاقي، وحتى مستوى كروي فني، ويتقاضوا مئات الملايين شهريا. يعني كي يجي تلميذ، كي يجي انا الابن تاعي وبعد نقول له هذا يعرف بلي هذا يدي 300 وما حبش يسنيه، حب يدي 300 مليون في شهر رفض، قال 360 ولا 400. كيفاش التلميذ يقدر يقرا وعلى باله بلي كي تولي دكتور في الجزائر، كي تولي دكتور تخلص 7 ملايين، كي تكون انت استاذ جامعي تدخل بالماجستير تخلص 4 ملايين ونص. الناس ما على بالهمش بلي تخلص 4 ملايين و500 الف. الاستاذ الجامعي اللي عنده ماجستير مش معقول، هذه مقاييس يعني معليش يا سيدي. البالون في العالم كامل ماشي مشكل داكو، في العالم كامل متميزين، مي بصح الاستاذ في الجابون يخلص خير من الوزير، الاستاذ في الالمان يخلص كيما يحب، الاستاذ في الانجليزي نفس الشيء. اذا المشكل يعني مشكل ماهيش في الطلبه، المشكل في الاساتذه حسبك. المشكل مزدوج، عندنا مجتمع حب يحقق نتائج، القابل لي الخلل المجتمع منظم بطريقه سيئه، واش دار؟ واللي يحب يربح وقت، مثلا دوكا الغالبيه واش يحوسوا؟ يحبسوا يحققوا الشهاده في اسرع وقت مقبل، علاش؟ على خاطر يقول لك باللي تجينا ازمه اقتصاديه التوظيف ما يكونش، ورئيس حكومه وزير الاول قال باللي ما نقدروش نفتحوا توظيف مستقبلا، يولي مرتبك، يولي يحب يحقق نتيجه باقل جهد ممكن، علاش يقول لك انا سافا با شونجي، مش حتبدا تغير لي الاوضاع تاعي؟ هذا هو المشكل اللي صايرين فيه، طريقه التنظيم هي اللي خلات المنظومه تبدا تضعف. وما ننساوش قطاع التربيه اخر القطاعات اللي ضعفت، كان شاد لانه كانوا الناس بزاف اللي كانوا فيه يمشوا برساله بقيم، كانوا يخدم على خاطر هو يحب المهنه هذه وعنده ارتباط كبير، لكن بداوا يتراجعوا، بداوا يتضعفوا. على هذه واش نشوفوا دوكا؟ اقبال كبير على واش؟ على التقاعد. اقبال كبير من فئات واسعه التقاعد، في الوقت اللي في السابق كان الاستاذ حتى نخرجوه باش يخرج. الان كاين اقبال كبير باش يخرجوا، لانه ما كاينش ظروف تسمح بالعمليه التربويه، عندنا تلاميذ متمردين، عندنا ضغط كبير، عندنا سيطره على الاداره بشكل او باخر، عندنا قرارات سياسيه داخل المنظومه التعليميه، داخل المنظومه التربويه، يعني واش يدير الانسان؟ يتزرع فيه نفسيه الفشل. عندنا احتجاجات على ثلاث مراحل، عندنا في كل شهر تقريبا احتجاج يرفعوا تكتل نقابي دون اخر، يعني السلك التربوي اليوم الزخم السياسي اللي راهو يعيشه والاصلاحات راهو ينادي بها مازال فعلا ما بدتش يعني مازال ما ناش نشوفوا ولا شيء، نشوفوا غير كم كبير من الاحتجاجات، من الاضرابات، من حتى يعني تلويح بسنه بيضاء، لكن لما حتى وان كان، لكن لما نلاحظوا بلي هل هذا الشيء فعلا تحقق لا نجد ذلك. احنا المشكله الكبيره اللي صارت لنا دركا ماهيش مربوطه بالامكانيات، كاين دول عندها امكانيات اقل بكثير منا وعندها نتائج افضل. تصوري بلي العراق راهي مكلاسيه في التصنيف العالمي تاع الجامعات، تصوري بلي غزه ومكلاسيه في التصنيف تاعها، غزه المحاصره. استاذ غزه المحاصره، لما نحكيو على الطلبه، عفوا لكل الطلبه وانا ايضا طالبه، غزه المحاصره وغزه اللي دائما على وقع يعني الاجتياحات، غزه عمرها ما خرجوا طلبه في اضرابات وطلبوا ب احنا يطالبوا بالعتبه، ولا عمرهم ما خرجوا وطالبوا باللي لازم تحديد دروس، يدرسوا مناهجهم المدرسيه ويمتحنوا، واعلى المستويات تسجل عند الطلبه في غزه. تحيه لكل طالب من غزه ويسمع فيها الان. احنا دخلت ذهنيه اخرى عند الجزائريين، تحددوا لي الدروس، نقرا ربعه ما نقراش 16، جوزوا لي امتحان في هذا دون ذاك، تكريس هذه ذهنيه شكون دارها استاذ؟ دارت اخطاء نظام سياسي، نظام سياسي في التسيير تاعو كان خاطئ، نهار خرجوا له اول تلاميذ وقالوا له ديرنا تحديد العتبه، علاش يقبل وخرجوا له للشارع؟ كي قبل عطى شرعيه اللي السنه اللي يجوا موراهم، يعني سيدي سويت، ومن بعد الطلبه دخلوا للجامعه، دخلوا بعقليه وشنو عقليه التمرد، انه ما يحددوا مقاييس الانتقال، ولحقوا في الجامعه وراهم يحدوا مقاييس الانتقال، ما ننساوش بلي 2011 غالبيه الجامعات تغلقت، يجوا يغلقوا الجامعات بالسلاسل ويفرضوا المنطق تاعهم، وفيسك حنا السير تاعنا سياسي، هو اداري لكن واش جانبه سياسي، واش حبينا؟ حبينا سلم اجتماعي، كي حبينا سلم اجتماعي واش درنا؟ درنا قال خلي الناس تربح، خلي الناس تجوز، معليش المهم واش عندنا اضطرابات امنيه. من بعد واش جات نتائج كارثيه، لانه هذاك الطالب هذاك التلميذ مراقب وملاحظ، هو يشوف كيفاش تصير الامور، كي يشوف واش يتكيف، بعد ولينا حنا نطالبوا بمن تغيير الاستاذ،
يقول الطالب يغير الاستاذ، ويقول التلميذ في الثانويه تغير الاساتذه. يعني هذا المنطق اسسنا شرعيات خاطئه، هذه الشرعيات ولينا اسرى لها. دوك حبينا نقولوا حبينا نسقموا، واش لقينا روحنا اسرى الاخطاء السابقه تاعنا. هذه الشرعيات ولدت، وخاصه قيمه الغش. نار خلاص، حنا غرسنا قيمه الغش في الابناء تاعنا، ولات قفازه خلاص. ولات قفازه، ولا الاستاذ يروح لاكاديمي يدافع على ابنه اللي غش، وليدي ما دار والو، غش برك ما فيها والو، ولا دخل معاه تليفون وغش به. ولينا عطينا الشرعيه، مش فقط هنا نروحوا لنقطه اخرى، مش الاستاذ ولا الطالب، نروحوا للولي، يعني الاولياء. القيمه من المفروض تكون قيمه اجتماعيه اكبر من قيمه اي انسان اخر، هي الاولياء عند الطفل. لانه ما عندناش ثقه في المنظومه. واش نولوا نديروا؟ نولوا نحوسوا المصالح الخاصه. معليش انا وليدي يلحق لشهاده معينه مهما كانت النتيجه، ومن بعد نتصرف. نوع من الاتكاليه. دوك المشكله وصارنا حنا ما عندناش ثقه في المنظومه. كي ما عندناش ثقه في المنظومه، ما عندناش نحتكروا من المنظومه، ولينا ما نقدروش الاستاذ، ما نقيموش الاستاذ. انا حابين الابناء تاعنا ينجحوا، مي بصح حنا او فون دو نو ما عندناش ثقه. كي ما عندناش ثقه، واش درنا؟ تعاملنا بحذر، تاع بحيطه مع هذا الثقه. ما سلمناش الامر تاعنا للمؤسسات. ما حاك تشوف حتى الابناء الغالبيه تاعهم يروحوا والديهم يدوهم المدارس ويعسوهم ويولوا يراقبوا الاستاذ، خاصه في الابتدائي يراقبوا ويراقبوا البرنامج. وشكون هو يقرا دوكا؟ ماشي التلاميذ، ماشي الوالدين اللي يقراوا دوك. الغالبيه دائما تلقاي الامهات يرافقوا الابناء تاعهم ويقراوا كاع البرنامج، وهما تقريبا يجوزوا الامتحانات، ما خص غير يروحوا. يعني باش تشوفي باللي المنظومه فيها خلل، لانه حنا نحبوا لا نكرروا. المجتمع كيما الطريقه اللي منظمه ما خرجش القيمه من التلميذ. التلميذ ما عندوش قيمه قال المعرفه. علاش كنت عنده استاذ بكيز؟ علاش كنت 15 سنه من قبل؟ يعني انا اللي عندي اليوم 32 سنه، اللي قريت كان في عمري، كانت عندي هذه القيمه، كنت نحب نقرا وحدي، ما عمرها مدتني وجابتني المسيد، ولا عمرها قالت لي قراي. هذه القيمه شكون مسؤول على ذهابها وزوالها؟ هل الولي؟ هل التلميذ؟ هل الاستاذ؟ هل من؟ مسؤوليه مشتركه. احنا مجتمع تغير، كي تغير المجتمع ما عرفناش، كي المرحله الانتقاليه تاعنا كانت صعبه، ما عرفناش ننتقلوا لمستوى اخر. كانت عندنا بنى تقليديه يشدونا، كان المعلم عنده قدر اكثر من الكلاسه، المعلم كان عنده هيبه في الحي واللي يقري فيه. صح. الحي كامل اللي يقري فيه وما يسكنش فيه عنده هيبه. هذيك الهيبه من بعد نهار حكمنا احنا المعلم مثلا، وقلنا له انت الحدود تاعك هو جدران القسم، ما تدخلش روحك في الساحه، في الكولوار، برا المدرسه، ما عندك حتى تدخل. وحنا واش قلنا له؟ قلنا له دوك نديروا مؤسسات واحده اخرى بديله هي تكفل، نديروا لكم لي زاجوان ديدوكاسيون، نديروا لكم مؤسسه مستشار توجيه، نديروا الامن برا. من بعد صار لنا خلل، احنا انتقلنا المؤسس الجديد شكليا عصري، مي بصح الدور تاع البنى التقليديه القديم اللي كان ما عوضناش. دوك ولا المعلم ما يتقادرش، ولا المعلم العكس يخمم كي يخرج من المؤسسه ويخمم بحيطه باش ما يتيروش عليه، ما يقولولوش كش كلمه باش يفيتي. انا عشت الظاهره وشفت مديره كنت نخدم معها تخرج متخبيه، علاش؟ باش ما يلوماش. مع الاخر واش كانت النتيجه تاع المديره؟ انا كي خرجت روتات قالت لي انا ندمت، ندمت على الجديه تاعها، لانه لافاسون اللي تحاوزت بها بطريقه، لافاسون اللي تكسرت بها في اخر المسار تاعها، تاثر على النفسيه والناس قاعده تلاحظ. تلاحظ من بعد واش صار لنا؟ ما قدرناش هذا الانسان، كي ما قدرنا ما يمدلكش، كي ما تقدروش ما يمدلكش. يقول لك انا ستوديان كان شيفر وخلاص، انا ما عنديش قيمه، انا ما حبوش يعطوني ترقيتي، من حقي انا نربي لهم في ولادهم يعطوني ترقيه اجتماعيه، حياه كريمه، مينيموم تاع حياه كريمه. كي يكون المعلم تاع البريمير يخلص 3 ملايين والله، وش وهذا الشيء كريمه؟ وهذا الشيء وحنا دائما في معرض الصحافه استاذ بكيس، قريت قبل ايام في احدى الصحف الوطنيه انه وليه امر، وليه تلميذ جات وتخاصمت مع الاستاذه، وصار ضرب بالايادي بينها وبين الاستاذه دفاعا عن ابنها. لما داخل حرم مدرسي، يعني تروح ان تتعدى وليه امر ام على استاذتها، نلحقوا لهذا يعني ما يحدث في المدرسه الجزائريه، فهذا مؤسف. هذا هو دوك، حنا صار لنا خلل في القيم، ما عرفناش نقيموا دوكا. الغالبيه تاعنا عندنا مشكل، ما على بالناش واش حاجه نورمال. طيب نروحوا للحل استاذ بكيس. احنا اليوم انا عندي وليدي يقرا 5 سنين، يعني حابه، مانيش حابه وليدي نخرجوا في هذا الجو، مانيش حابه ياخذ هذه القيم الرديئه، هذه القيم يعني الرديئه، ما نقدرش نقول تقليديه، هي رديئه دخيله على كيفاش نحب نربي وليدي بالطريقه الصحيحه. واش لازم ندير؟ ندخلوا ايكول بريفي وحده، ولا نديه من بعد يقرا في الماريكان، ولا كيفاش ندير؟ لا دوك المشكل اللي راهو دوك الدموندي منا جهد مضاعف، لازم الانسان يتميز. حنا عندنا دوك مشكل كبير في الجزائر، وشنو هو الفاعليه؟ ماناش فاعلين، يعني كاساتذه ولا كطلبه ولا كاولياء ما عندناش فاعليه كبيره، واحيانا التفكير تاعنا قاصر. علاش؟ نظنوا باللي حنا نسلكوا كي يكون عندنا حل شخصي، وهذا خطا. لانه انا بني وليدي كيما انا فيستي فيه راح يقعد قدام ولد جاري،
راح نروح للمدرسه ويقعد 8 7 سوايع بعيد عليا، يعني في عود ما نافيستي في الفرد، نافيستي في الجماعه افضل. ما لازمش نخمم فرديه. كيفاش؟ كنا قادرين مش نديروا نطروا جمعيه اولياء التلاميذ، الاطر تاعنا ماهيش منظمه، جمعيه اولياء نضغط لداخل المدرسه، انا على بالي باللي النظام السياسي ما يحبوش احتجاجات، نقدر انا ندي امور، بصح لازم نكون انا ماشي انتهازي، انا نهار نقبل بالفكره باللي لو كان نطبقوا مقاييس سليمه داخل المدرسه، يقدر وليدي ما يكلاسيش الاول، لازم نقبل. مي لا وليت انا نصير الموضوع ونستغل المنظومه باش وليدي ينجح، هذا مشكل كبير، لانه احنا واش صرنا دوكا؟ احنا رانا ندوزوا الجانب الشخصي على الجماعي، لو كان عندنا الوعي الكافي واش نديروا؟ نولوا نفكروا جماعيا، كي يكون تامين الحي من حلينا كاع، كي يكون تامين المدرسه من حلينا، يعني وري لي المدرسه مثلا وين جمعيه اولياء التلاميذ قدروا الناس اولياء ويكرموا الاستاذ اللي كان مليح. وراهو هذا وجاس كيما هذا ما يسقامش يعني هاك شوفي مولود بايزون دري صغار داروا لهم في ليكراج داروا لهم في المسايد والله حفلات اللي داروا لهم الولد يشعر بالانتماء يروح فرحان للمدرسه تاعو بار كونتر كي ما يكونش عندك انت كولي تلميذ ما عندكش تاثير ما عندكش حضور عندك حضور شخصي راك حاب مصلحه شخصيه تاع الابناء تاعك يعني احنا لازم احنا نفكروا باللي الحل لازم يكون جماعي دونك رانا نفكروا باللي حل فردي شخصي نقعدوا ديما نوفروا الحلول للابناء تاعنا ما يكبروناش نقعدوا دائما مرافقين ليهم دوك هنا عندنا منظومه شويه صعيبه عندنا فساد شويه كبير ولا عنده هويه الفساد في الجزائر ولا عنده مصالح لانه دوك تكون الجامعه مطلوقه ويكون المدرسه مطلوقه واش معناتها؟ معناتها كاين مصالح كاين ناس يتفاد عندنا امتيازات والناس ما تقبلش بهذه البساطه اللي تجي تسقم لها كي تسقموا شي صرا تروح المصالح اوتوماتيكمون لازم شغل نوفو سوف لازم الناس اللي عندهم شويه وطنيه اللي عندهم غيره على بلادهم غيره على المستقبل تاع الابناء تاعهم لازم يعني يبداوا يفكروا بطريقه جماعيه اللي عندهم وعي حتى الطلبه يتحملوا مسؤوليه هذا الشيء استاذ بكيس لانه الطالب اليوم اللي عنده اللي راهو يدير ماجستير راهو قدوه اللي راهو يقرا سنه اولى وسنه ثانيه يشوف فيه قدوه لانه طفل صغير انت تزرع فيه انت تدير فيه واش تحب هذاك الطالب اليوم يتحمل ثاني المسؤوليه مش فقط الولي والمجتمع والاسره كلنا كل واحد عنده مسؤوليته على حده في الختام استاذ بكيس ربما كلمه اخيره بدك تقولها في هذا المضمار الجزائر نعاود نرجعوا لموضوعنا احتلت اليوم المدرسه الجزائريه مرتبه 69 مشاهدينا من اصل 72 من ناحيه ماذا من ناحيه جوده التعليم واش لازم نديروا في عجاله استاذ باش على الاقل الجزائر ترتقي ما نقولش للمراتب الاولى لكن على الاقل مش تذييل مش ذي القائمه مش المرتبه الاخيره لازم نقولوا بكل صراحه انه الجزائر هي ماده خام كل الوسائل متوفرة، كل الموارد متوفرة، عندنا كل شيء من المناخ للشخص الفرد، عندنا كل شيء متوفر في الجزائر، خصونا شكون؟ خصونا ناس فاعلين ديزاكتور، خصونا ناس يخرجونا من أولياء التلاميذ، يخرجونا من الطلبة النجباء، عندنا طلبة متميزين، عندنا تلاميذ عندهم قدرات كبيرة متميزين، لازم هذه النخبة اللي موجودة في كل قطاعات مجالات هي اللي تفعل الحلول، ما عندناش حل وحدة، لازم هي تستلم المشعل وهي تقرر أنه تنقل التعليم من الكمي للنوعي. منيح عندنا تعليم كمي رائع عندنا 1,600,000 طالب حاجه رائعه عندنا 8 ملايين ولا قريب 9 ملايين تلميذ حاجه متميزه عندنا مئات الالاف تاع الاساتذه نسحقوا ناس يردونا هذوما نسحقوا ديزاكتور نسحقوا اساتذه متميزين يضغط على الزملاء تاعو ويحرك الزملاء تاعو نسحقوا ولي تلميذ دوكا واش يدير يكون حركي فاعل ويحرك لنا المدرسه يحرك لنا السير يبدا من خلاص نسحقوا متمردين ماشي متمردين نحتاجوا متمردين على السائد متمردين يعني يخرجونا على اليوم اللي رانا عايشينه هذا المدمر للمجتمع استاذ بكيس المحلل السياسي لقناة شكرا لحضورك معي اليوم في هذا الموضوع اللي مهم اللي مدينا له حيز لانه فعلا مهم وحبينا نلقيو عليه ضوء اكثر استاذ شكرا لك استاذ بكيس مشاهدينا المورنينغ متواصله معكم جوله في اخبار متفرقه من العالم بعد هذا الفاصل ابقوا معنا
مشاهدينا أهلا بكم من جديد. البداية بالخبر الرياضي اللي فرح العديد من الجزائريين، محرز سابع أحسن لاعب عالمي والأول إفريقيا. هذا هو الخبر اللي أسعد كل الجزائريين وعنونت به كل الصحف الوطنية الرياضية الصادرة لنهار هذا اليوم. إذا مشاهدينا، حسب يعني رياض محرز هو لاعب المنتخب الجزائري وليستر سيتي، فحاز بجائزة البي بي سي لأحسن لاعب كرة قدم إفريقي لعام 2016. هذا أول تتويج لرياض محرز، وهذا الإعلان أو عقب هذا الإعلان يعني حفل خصصته الخدمة العالمية البي بي سي لهذا الحدث بحضور مدربه كلوديو رانييري الذي سلمه هذه الجائزة. شارك فيها التصويت مشاهدين على أحسن لاعب إفريقي لعام 2016 مئات الآلاف من عشاق كرة القدم عبر العالم، وتوجوا رياض محرز بهذه الجائزة أحسن لاعب إفريقي والسابع عالميا. السابع عالميا مشاهدين هو ربما خبر عنونت به عديد الصحف، لكنها أيضا لم تتناسى الحديث عن من؟ عن رونالدو. كريستيانو رونالدو يفوز بجائزة الكرة الذهبية للمرة الرابعة. رونالدو 31 سنة فاز بهذه الجائزة بعد ثلاث جوائز مماثلة حصل عليها في 2008، في 2013، في 2014، واليوم حصل عليها في 2016 جائزة الكرة الذهبية. إذا رونالدو مشاهدينا 31 سنة، يعني ساعد ريال مدريد على الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا، كما أحرز ثلاثة أهداف في بطولة الأمم الأوروبية 2016 التي انتهت بتتويج منتخب بلاده. من الأخبار الرياضية من محرز وكريستيانو رونالدو إلى هيئة الأمم المتحدة، أين جرى أمس مشاهدينا تعيين أنطونيو غوتيريس، تعيينه عقبا لبان كيمون الأمين العام للأمم المتحدة. تحدث أدى اليمين أول أمس مشاهدينا وعين أمينا عاما جديدا، كما قال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: يجب أن تكون الأمم مستعدة للتغيير. هذا ما قاله خليف بان كيمون، وتحدث عن أنه آن الأوان لتعترف الأمم المتحدة بالتقصير وإصلاح الطريقة التي تعمل بها، وموصيا بإصلاحات في ثلاثة مجالات هي حفظ السلام، دعم التنمية المستدامة، والإدارة. تعهد أيضا مشاهدينا بمواجهة نزاعات كثيرة مثل الحرب في سوريا، حين قال: نحن بحاجة إلى المزيد من الوساطة والتحكم والدبلوماسية الوقائية. وتابع أنه على استعداد للمشاركة شخصيا إذا لزم الأمر. مهمة صعبة تنتظر أمين عام هيئة الأمم المتحدة الجديد أنطونيو غوتيريس. إذا مشاهدينا، كانت هذه جولتنا في العالم هذا الصباح، نناقش أبرز ما جاء في معرض الصحافة سياسيا بعد هذا الفاصل القصير، ونعود، ابقوا معنا.
إلى عدم الاهتمام بهذه الانتخابات، بالإضافة إلى الوضع الاجتماعي العام، احتقان العام من الزيادات في الأسعار التي ستكون ربما ستزيد أكثر في 2017، وهو ما يؤدي أيضا الشعور بالظلم، الشعور بعدم وجود عدالة في البلاد، بأن العدالة تطبق على مواطنين دون مواطنين آخرين. هذا كل شيء كله ربما سيدفع المواطن في النهاية إلى العزوف أو إلى أشياء أخرى، منها الاحتجاج، الإضراب. طبعا اليوم كل أشكال يعني العصيان. مراقبون اليوم يؤكدون أن مؤشرات الانفجار لا نتمناها، لكن في 2017 ستكون مطروحة في الجبهة الاجتماعية، على مستوى الجبهة الاجتماعية في الجزائر، بالنظر إلى مؤشرات بداية تطبيق قانون المالية، قوانين أخرى ستبدأ تطبيق في 2017، انتخابات تشريعية، مشهد سياسي فيه تجاذبات كثيرة اليوم، سواء كان على مستوى السلطة أو على مستوى المعارضة، اهتزازات داخل الأحزاب السياسية ذاتها، جبهة اجتماعية، كل هذا حيخلي الجبهة الاجتماعية مستقبلا ربما أكيد هناك تراكمات عديدة يعني رأيت تزيد يوما عن يوم، وربما قد تؤدي بالمواطن إلى الاحتجاج وإلى الخروج إلى الشارع. قانون التقاعد هذا اللي جابوه، قانون المالية هذا اللي فيه زيادات كبيرة ربما لا يقوى عليها المواطن، بالمقابل الدولة غير قادرة على رفع الأجر القاعدي الأدنى المضمون، غير قادرة على يعني الاستمرار في وتيرة المشاريع التي كانت عليها من قبل. هذا كله سيؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة. هذا كله مؤشرات انفجار اجتماعي في البلاد. اللهم إلا إذا ارتفعت أسعار البترول واستعادت الحكومة قدرتها على شراء ما يسمى بشراء السلم الاجتماعي، يعني على المناورة وعلى تقديم الهدايا للمواطنين أو من أجل أنه تمتص هذا الغضب الشعبي الموجود. الهدايا قدمت أمس محمد سيد مو لرياض محرز باعتباره السادس في العالم والسادس في السابع في العالم والسادس في إفريقيا، وهو أحسن لاعب في إفريقيا. هذا قدمت لرياض محرز، كيفاش تلقيت هذا الخبر؟ طبعا هو خبر مفرح لأنصار يعني رياض محرز وللأنصار المنتخب الوطني وكل محبي كرة القدم في الجزائر، أنه لاعب جزائري يصل إلى هذا المستوى الرفيع. شفنا السنة الماضية كان اختير كأحسن لاعب في البريمير ليج، يعني في البطولة البريطانية اللي هي من أعرق البطولات في العالم. اليوم يعني يصنف في ضمن توب 10 تاع يعني اللاعبين الموجودين في العالم، هذا والأول إفريقيا. هذا أكيد أنه شيء مفرح، ونتمناو له، يعني هو مازال صغير ومازال مسار طويل أمامه، ونتمناو له أنه يصير لما لا يحصل على كرة ذهبية يوما، أو يعني يحصل على تيتر تاع أحسن لاعب في العالم، ليس بعيد عنه أبدا هذا الشيء. كلمة أخيرة محمد، اليوم قلت لي في ربما في البداية تود ربما أن تعزي عائلة محمد تمال صحفي الرائع. أكيد أنه محمد تمال هو يعني زميلنا الصحفي الذي توفي بعد إضراب عن الطعام في السجن، ويعني مر بظروف قاسية جدا. نحن كصحفيين نحس أننا لم نتضامن معه بالشكل الكافي في 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 محنته، وفتحت وفاته أعيننا أمام كثير من الأشياء التي تتعلق بواقع الصحافة في الجزائر، بالظلم الممارس على الصحافة، بإلغاء عقوبة السجن هذه على الصحفيين، ويعني عودة الأمور إلى نصابها إن شاء الله. إن شاء الله. محمد السيدمو، شكرا لحضورك معي اليوم. إذن مشاهدينا، المورنينغ متواصلة معكم، فاصل قصير ونواصل، بقوا معنا.
مشاهدينا أهلا بكم من جديد. نتحدث عن المقاولاتية لكن ليس عن الرجال، هناك نساء مقاولات لهذا الغرض. هاي معنا جمعية سيدرا مريم شيكيرو، وهي منسقة المشاريع بجمعية سيدرا. صباح الخير. صباح النور، شكرا يعني على حكتك. قلت مقاولاتية ماهيش حكرة على الرجال، على النساء أيضا. بالمناسبة واش راكم منظمين؟ بالمناسبة رانا منظمين هذا النهار تاع نهار الخميس إن شاء الله، حنديرو إن جورني دانفورماسيون. إحنا حيكونوا معنا تما لونسيج لونجام باش نتحدثوا على دور المرأة في تطوير في الديفلوبمون ايكونوميكي سوسيال في الجزائر. يعني حنايا الان في فتره حساسه 2017 ان شاء الله جاي، تما نقص اسعار النفط، تما اليوم حنايا الايكونومي تاع الجزائر، الاقتصاد الجزائري باش نطلعوا لازم كاع يتيك نشاركوا فيه، تما النساء والرجال باش نديروا شركات يعني في على الاقل متوسطه ماشي كبيره. ماشي كبيره، لا لا، يعني كل وحده يعني امراه يعني سواء في الارتيزانا في لا كومونيكاسيون في لاندستريال، تما يكون عندها مشروع مقاولاتي. حنايا واش درنا بروميير بارتي هي لا فورماسيون على لونتربرونيا، تما البيزنس بلان والبيزنس موديل دارو لي فورماسيون في المواد اكتوبر. وكي نقول لك لا دوزيام بارتي تاع البرنامج وهي اون جورني دانفورماسيون ان شاء الله، اللي حنجيبو فيها دي اكسبير دي ريسبونسابل داجونس دي شيف دونتربريز pour parler à l'aide des différentes thématiques telles que l'innovation, le développement économique durable. C'est très important que l'IOMAT maïkoun l'macharia t'ana inscrit dans une façon de durabilité respectueuse de l'environnement. On va avoir tanik normalement inchallah le directeur Talinapi t'a la protection t'a la marque la propriété industrielle, parce que kayn bzaf nchouf oublik nisa par exemple ykhdmou des bijoux ou des pièces ou là bsah ma ykhmouch yrouhou y protège la marque t'ahom ou les produits t'ahom, ce qui fait ça encourage la كوبي لا كونتريكم. المشاركه مريم في هذا ان شاء الله حد اليوم الخميس ان شاء الله حيكون عندنا قريب 100 مشاركه معنا جزائريه. نعم جزائريه، تما فتحنا حنايا كاع في المجال، تما مملوكه يكونوا النساء في هذاك النهار هنا في الجزائر وحبوا يشاركوا معنا ويكونوا هذه المعلومات، باسكو حيكونوا كما يقول لك دي ديسكسيون اي دي ديبات، ما حيكون مع لهم الحظ باش يطرحوا اسئله تاعهم مباشره مع لي زانترفونون على لي تيماتيك تما اللي خصهم والمعلومات اللي خصهم. احنا الدور تاعنا يعني كجمعيه هو تشجيع هاد النساء باش نعطيو لهم الفرصه وكل المعلومات اللي بالك واحد كيكون يحب يدير المشروع تاعو ما يخممش فيهم، تما ما يروحش يطلب عندنا نقولوا على بالنا بلي كاين لونساج، على بالنا بلي كاين لونجام. حنا اون فو انسكري كاع ايتيك هاد لي جون فام هادوما دون اون فيزيون ان بو جلوبال دو ديفلوبمون ايكونوميك، باش يفهموا الدور تاعهم اليوم واش دعم بور باسي على لاكسيون، ما يقعدوش برك في هذيك ليدي. تما لي ديسبوزيتيف هادوما كاع ايتيك اللي كاين او ليو زعما يروحوا لونساج وما ديك يروحوا لونجام وما ديك يروحوا لنابي وما ديك يروحوا، لا جمعنا هادو معنا لي زانترفونون في نهار واحد وني شونجون. وهذا الشيء يعني يقدر يروح للاكت، يعني يقدر يروح للشيء ملموس، هذا هو الهدف. وحده تجيب معاها بروغرام، تجيب معاها فوالا برنامج يعني حابه كذا 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 تدخل هي يعني ماشي هو الهدف. هو ماشي الهدف، حنايا اليوم كما يقول لك الجمعيه كما يقول لك هي نقطه وصل ما بين لي ديسبوزيتيف اللي كاين وما بين يعني النساء المقاولات. حنا اليوم نحطوهم المعلومات يعني قاعدتك اللي خصوهم لي اون ا ريكوبيري ميم لي ما دير لي سوبور تاع سي ان ار سي من عند لينا بيمان باش نعطيو لهم، يتم حنا نحطو على ديسبوزيسيون المعلومات وهما من بعد ايتيك يروحوا يديروا لي ديتو، لانه كما نقولوا حنايا 100 مشاركه كل عندها وكل وحده عندها مشروع مختلف، ما نقدروش نديروا دو كاباركا نعطيو لهم المعلومات اللي هي اجماليه وتخصهم كامل، وما بعد ايتيك يخصهم يعني معلومات خاصه على بالهم وين يروحوا يلقاو المعلومه ممكن. اللي خاصتهم ممتاز. لقيتوا مشاركات من قلتي لنا 100 جزائريه، فيها جزائريات يعني في الوسط مش فقط في الوسط، في الجنوب في الشمال يعني في الغرب اللي عندهم مشاريع ومازال ما بانتش. ان شاء الله ان شاء الله، يعني كيما نقول لك حنايا في هذا المشروع اللي بديناه في لو موا دوكتوبر
درنا ان ابل ا بارتيسيپاسيون في لي ريزو سوسيو اي اون ايتي تري كونتون باسكو اون اي كوميم 400 بارتيسيپاسيون سور 4 ولايه برك كيما يقول لك درنا الجي بومرداس تيفازا وبويره اون اي 400 كانديداتور معناتها كو اليوم كاين اون غير فولونتي تما كاين بزاف نساء راهم حابين يديروا مشاريع تاعهم تما اونتربروند ويقولوا لا كرياسيون دونتربريز تما ماشي برك عندهم مشروع هم حابين ينشئوا مؤسسه وهذا شيء رائع تما معناتها كتادون بوكو كيما يقول لك دوبتيميزم اي ديسبور بور ليكونومي الجيريان تما كل يوم سا فو دير كو لي فام ايل فول بارتيسيبي qu'elles ont besoin d'être accompagnées, d'avoir les informations pour être encouragées. Parce que l'entrepreneuriat, c'est le même. L'entrepreneuriat, la création de richesse, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Et c'est ce que nous avons fait. Pourquoi nous avons fait les femmes et les femmes? Parce qu'il y a un peu اجتماعي طبيعي يكون مختلف تما المرأة عندها دي زونجاجمون بوتيتر لي سون ديفيرون على لوم دونك حنايا اون ادابت في لا فورماسيون كامل رحنا شفنا دي كيستيون باغ اكزومبل نقولوا على لورغانيزاسيون ما بين العائلة تقدري تكوني مقاولة وتكوني أم وتكوني زوجة وتكوني يعني ما يكونش يعني حواجز في الرأس وتقول لك المرأة يودي كملت قرايتي اون فوا نزوج جو بو با اونتربروند ولا اون فوا يكون عندي ان بيبي حنايا اون كاسي كاع ايتيك هادوما بور pour leur dire que c'est possible tu m'as dit je suis rassemble inchallah يكون بلي سي بوسيبل يكونوا نساء مقاولات ويشاركوا في التنميه الاقتصاديه للبلاد. وعلى ذكر المشاريع قلتي ايا كانت مشاريعهم تقدر تكون خياطه، تقدر تكون نعم تعمل لي بيجو، تقدر تكون اي حرفه تقليديه يحبها المراه تدخل بها لهذا المجال. تقليديه ولا صناعيه يعني ما في مشكل، يعني حنايا على حسب في لا فورماسيون كي درنا لا فورماسيون، اون افي فريمون كيما يقول لك نساء مختلف مشروعات، تقدر تكون لامبريسيون، لي بلونت تسمى باش يرجعوا لي برودوي دو بوتي، لارتيزانا la restauration c'est l'art culinaire le web qui me dit les sites web la création de sites web et tout et le fait les différents profils qu'ont des célibataires des mamans des femmes mariées elles ont pu échanger sur leurs expériences et tu m'as dit au moins qu'il y a beaucoup de choses tu شارك ما بين هاد هاد النساء et ma حنايا le but c'est que de créer كيفاش نقول لك شغل une synergie une synergie ما بيناتهم et mettre les points positifs de leur côté كاع les chances de leur côté ان شاء الله نتمنى لهاد الملتقى انه ينجح ان شاء الله نهار الخميس ربما في الختام دعوه منك لكل النساء الجزائريات اللي محبين يشاركوا وقتاش وعلى قداش نهار الخميس ان شاء الله حنايا كما يقول لك انا بارطاجي ان فورمولير سور لا باج يونغ الجيريان ليدرز اكاديمي ولا جمعيه سيدرا اسوسياسيون سيدرا سور فيسبوك دونك سي فو فولي بارتيسيبي انسكريفي فو سور سور لا سور لو فورمولير ان شاء الله فوالا فو بوري اتر افيك نو اون فا ايسيي تانيك دو روترانسميتر لي انفورماسيون سور لي sociaux pour permettre, c'est très important, on peut recevoir que 100 femmes, mais on va faire notre possible pour réduire les informations, les mettre après sur les réseaux sociaux. باش النساء اللي ما قدروش يكونوا معنا والمعلومات حتكون تخص مام الرجال اللي قدروا يتلقاوها مام ابخي ليفينمون ان شاء الله. ان شاء الله يعطيك الصحة مريم الشيكيغو وهي المنسقة المشاريع بجمعية سيدرا. شكرا لحضورك معي اليوم. إذا المشاهدين المورنينغ متواصلة معكم فاصل قصير ونعود ابقوا معنا.
مشاهدينا اهلا بكم من جديد. نواصل الحديث مشاهدينا، لكن هذه المره على مستوى الجبهه الاجتماعيه. النقابات اللي راهي تعرف مؤخرا غليان كبير. يحضر معي الان في البلاطو السيد عبد القادر كوافي، وهو الامين العام لنقابه سونار غاز لعمال الكهرباء والغاز سناتك. اهلا بك، شكرا لحضورك معي. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعطيكم الصحه على الاستضافه. نعم، مبارك الله فيك. شكرا. طيب لما نقولوا النقابه الوطنيه المستقله، استقلت عمن مؤخرا؟ لا، ماشي هي المستقله بمعنى ان النقابه هذه احدثناها عندها مده من 2013. كان الرئيس تاعها رئيس بوخالفه عبد الله. نعم. بعد عدم تسيير شفافيه في التسيير وسوء التسيير، قررنا جمعيه عامه الاعضاء وسحبنا منه الثقه وانتخبنا على الرئيس ملال رؤوف. وعين المكتب رئيس ملال رؤوف. والمكتب متكون من كل الشباب عندهم عزيمه باش ينظموا. شحال من شاب تقريبا؟ احنا المكتب الوطني فيه سبعه. رقم سبعه حاليا في هذه النقابه المستقله؟ لا، المكتب الوطني. المكتب الوطني شحال كاين؟ وعندنا 35 مكتب جهوي مندوبين على مستوى الوطني. كل ولايه فيها مندوب معها خمسه. بمعنى رانا في الهيكله وتنظيم الشبيب الهياكل وعده التنظيم. قلت سحبنا الشرعيه من النقابه السابقه لعدم الشفافيه في التسيير. من رئيسها مش من رئيسها. النقابه. لا لا، من رئيسها. اني معك، من رئيسها. ماذا تقصد بعدم الشفافيه؟ هل عندكم وثائق وادله تثبت عدم الشفافيه؟ المده اللي كان نترأس النقابه ما اعطاناش تقارير على تقارير، ما يمدناش تقارير. ما عطاكم اي تقارير؟ حتى تقرير. فقررت من هذا الباب تمشي في غموض بعدم شفافيه. هذه اللي قررنا باش نكونوا نديروا جمعيه عامه وسحبنا منه ثقه. طيب الان لشفافيه اكبر، انتم قلتوا انه لعدم الشفافيه، اليوم من المفروض ان تكون هذه النقابه يعني المستقله عندها شفافيه اكبر. ما هي مطالبكم؟ ما هي مطالبكم بالنسبه للعمال اللي راكم تمثلوا فيهم؟ احنا مؤخرا عقدنا مؤتمر الاستثنائي باب الزوار 10 ديسمبر المصادف لحقوق الانسان. نعم. وهذا عنده دلاله اذا دل على شيء انه في الوقت الراهن اصبح النقابي المستقل عنده مضايقات، ما يقدرش يخدم في حريه فرديه. وهذه المضايقات بمعنى احنا كي درنا هذه النقابه هو اصل المحافظه على المجمع سونار غاز بصفه عامه، لانه شركه حساسه واقتصاديه. ومن هذا الباب احنا شباب درنا نقابه مستقله باش ندافعوا على حقوقنا ونناضلوا في حقوق ما يسمح لنا الدستور. هل هذا الوقت مناسب استاذ كوافي؟ يعني اليوم اضرابات راهي كبيره، تكتل النقاب في كل مره يتحدث على اضرابات سواء كان فيما يخص تقاعد نسبي او قوانين اخرى. هل تشوف انه الان هذه الفترة حاليا هي وقت مناسب لإعلان ربما الانشقاق وسحب الثقة من إدارة سابقة لنقابة معينة، من شخص سابق لنقابة معينة؟ لا، كان هذا الأمر أمر حتمي. بما أن النقابة هي أصلا اندارت باش تدافع على حقوقنا، ولكن ما كانش تسير شفاف، ما كانش تقارير. بمعنى الأعضاء اجتمعوا وسحبوا منه الثقة، هذا لفايدة العمال باش تكون الخدمة باينة. رانا ندافعوا، نقابة أصلها تاع ميدان تاع دفاع نضال باش نجيبوا حقوقنا. والوقت الراهن هو أصلا هذا هو الوقت اللي نتقدموا فيه. المطالب تاعنا احنا شرعية، الاتفاقية اللي دارها مع المجمع وما شاركناش فيها لأنه يشارك مع نقابة الإدارة وإحنا ما شاوروناش فيها وداروها، هذا ونعود ليه المطلب يعني الاساسي. يعني وكانه متهم بالانحياز لاداره سونار غاز. هذا هو منحاز لاداره سونار غاز. وهو الاصل فيك انه نقابه عندنا حق باش ندخلوا في هذا يشاورونا، على رانا نمثلوا، عندنا تمثيل عمالي 35 مكتب على المستوى الوطني. رانا يعني نقابه بمعنى الكلمه، ماناش نقابه تاع اوراق برك. وهذا الاضراب مازال باش نحدوها حتى يقدموا لنا المطالب. قدمنا المجمع المطالب اللي قدمناها في ظرف 3 أسابيع، إلى ما كانتش إجابة من عند المجمع من إدارة المجمع نزيدوا نجتمعوا مجلس الوطني للنقابة ونقروا وقتاش نحدوا وقت الإضراب. اليوم الإضراب. طيب مؤخرا تكتل النقابي عرف كما قلت إضرابات، إذا في حالة ما دعاكم تكتل النقابي لدخول إضرابات راح تمشوا معاه في هذا الطرح؟
أم أنكم تنتظروا تحلوا مشاكلكم الداخلية في صدر الغاز بعدين توجهوا لمطالبة؟ لا، احنا ما عندناش مشاكل الآن الحمد لله. كاين مكتب وطني جديد تحت معاينة محضر قضائي لدى محكمة الحراش، في شفافية، وانتخبنا الرئيس ملال وهو الرئيس الأصل الآن للنقابة، ورانا في الخدمة وفي الميدان. ما عندنا حتى إشكال الآن في النقابة داخليا الحمد لله. الآن رانا في الميدان ناضلو باش نجيبوا المطالب الشرعية اللي هي من حقنا. ما هي؟ مطالب هي عدة، عندنا أبرزها هي القانون الجديد العام، العمل الجديد اللي يجحف في النقابة من حقها في العمل النقابي، والمضايقات الفردية. هذا مطلب أساسي لا رجع فيه. والمطالب الثانية الاتفاقية نعاودوا يشاركونا فيها المجمع ونقروا فيها. عندنا فيها مطالب كثيرة، منها زيادة في الأجور حسب الوقت، القدرة الشرائية، فيها منحة الخطر للعمال التنفيذيين وأعوان الأمن. كان 35 مطلب وقدمناه للمجمع وقدمناه للصحافة البيان الختامي. رد المجمع صنع الغاز كيف كان؟ ما زال اليوم ما رسلوناش يعني لحد الساعة، ما زال ما تلقيتوا حتى رد من إدارة صنع الغاز؟ ما زال ما ردوناش. في حالة الرفض؟ في حالة الرفض بعد 3 أسابيع نعود نادي المجلس الوطني نجتمعوا ونصادقوا على تحديد يوم الإضراب. ديروا إضراب داخل المجمع؟ داخل المجمع. يعني في محاولة منكم لضرورة الاستماع لمطالبكم؟ ضرورة ملحة تفرض نفسها في الوقت الحالي، لأننا نمر في الأزمة الأخيرة، هو أن 2017 ما يخفلكمش صادقت الحكومة والبرلمان على القانون الجديد اللي هو القدرة الشرائية ضعفت لدى المواطن ومنهم العمال. ومن هذا الباب ضرورة حتمية باش يجتمعوا معنا ونقروا كيفاش نخرجوا المجمع، لأنه هو في حد ذاته المجمع راه يسير بتسيير اللي راح يخلينا المؤسسة الوطنية لصنع الغاز راح المديونية، وهذا ما يفيدش البلد الجزائر كبلد والعمال كعمال، وهذا لازم نناضلوا باش نحافظوا على المؤسسة الوطنية هذه. في الختام أستاذ عبد القادر الكوافي، واش تقدر تقول لإدارة مجمع صنع الغاز اللي تسمع فيك الآن؟ نقدم لها من هذا المنبر اللي سمحت لنا الفرصة باش نتقدموا ونهضروا. احنا نقابة شرعية عندنا اهتمامات المنضوية تحت الكونفدرالية العامة المستقلة للعمال الجزائريين، ونطالبهم باش يكونوا معهم شريك اجتماعي وندخلوا في مشاورات باش نخرجوا العمال من هذا الضيق والمجمع في حد ذاته من هذا الضيق. عندهم فترة 3 أسابيع للرد. 3 أسابيع على الرد، إلى ما كانش رد إيجابي وما جاو شاورونا نجتمعوا في المجلس الوطني للنقابة ونحدوا يوم الإضراب. يعطيك الصحة أستاذ عبد القادر الكوافي الأمين العام لنقابة صنع الغاز، شكرا لحضورك معي اليوم. الله يسلمك، شكرا على الاستماع. شكرا لك. إذا مشاهدينا المورنينغ متواصلة معكم بعد قليل العالم هذا الصباح، ابقوا معنا. الله يسلمك.
مشاهدينا اهلا بكم من جديد في العالم هذا الصباح، والبدايه باخبار الرياضه وتتويج رياض محرز باعتباره السابع احسن لاعب عالميا والاول افريقيا. محرز صرح وقال هذا التتويج يعني الكثير بالنسبه لي، و2016 كانت سنه رائعه. طبعا سنه رائعه يا رياض محرز، كيف لا وانت السادس الاول افريقيا والسابع عالميا. اذا مشاهدينا جولتنا في العالم هذا الصباح تبدا برياض محرز وتتواصل مع كريستيانو رونالدو، أليس كذلك يا سيد علي؟ أم أني مخطئة؟ لست مخطئة. إذن رونالدو يتوج بالكرة الذهبية للمرة الرابعة في مشواره اللي تحصل عليها ثلاث مرات قبل الآن الأولى، والله السنة راحت لي لا أدري أين هي السنة، لكن تحصل عليها لثلاث سنوات قبل الآن ما كانش في الورقة، الله غالب. إذن رونالدو قال أشعر بسعادة كبيرة وكأنها المرة الأولى التي أتوج بالكرة الذهبية. رونالدو وميسي غابا عن الحفل ارتباطهما مع الريال والبرصة. إذن الكرة الذهبية خلفي نعم، والكاميرا أمامي لأواصل العالم هذا الصباح. بان كي مون خلفا أو بعد ربما مشاهد نعم بعد ما تم تغيير مشاهدينا الأمين العام للأمم المتحدة خلفا لبان كي مون عفوا، قال هذا الأخير أن عديد الملفات ستطرح منها الأزمة السورية. إذا مشاهدينا كانت نعم أنطونيو غوتيراس الذي قال أن هناك الكثير ومهمة صعبة بانتظاره، أهمها الحروب والنزاعات الموجودة، ويجب أن يكون لهيئة الأمم المتحدة دور في حل النزاعات ومنها الأزمة السورية. إذا مشاهدينا كانت هذه جولة في العالم هذا الصباح، المورنينغ متواصلة معكم، لكن ترصد لكم في قائمة البوكس أوفيس أفضل الأفلام السينمائية المتواجدة في دور العرض الجزائرية، ونعود لختام البرنامج، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا في الختام. لا بأس أن أذكركم أنه كانت معنا فقرات تنوعت في الاقتصاد السياسة الفن والثقافة. كان حضر معنا الزميل محمد سيدمو عن جريدة الخبر لحذر الحكومة، قال أنها لا يجب أن تسعد كثيرا باستقرار أسعار النفط، الجبهة الاجتماعية ستغلي في 2017. نور الدين بكيس أستاذ علم الاجتماع السياسي تحدث عن المدرسة الجزائرية بعد تصنيف المدرسة الجزائرية في المرتبة 69 عالميا من حيث الجودة من أصل 72 دولة مشاركة، وقال يجب أن نعيد الاهتمام بسلم القيم لدى الجزائريين لربما تحسين ويكون التعليم بطريقة أجود. عبد القادر الكوافي الأمين العام لنقابة سونالغاز من هذا المنبر قبل قليل مشاهدينا أمهل مجمع سونالغاز 3 أسابيع للرد على مطالبهم، وإلا ستدخل النقابة في إضراب مفتوح. أيضا مريم شيكيرو وهي منسقة المشاريع بجمعية سيدرا تحدثت عن المقاولاتية بالنسبة للنساء، ودعت كل الجزائريات بدخول صفحتهم على الفيسبوك وعودة الاهتمام بالمقاولاتية لكل من لها مشروع تود تحقيقه على أرض الميدان. ختامها مسك مشاهدينا، ألقاكم غدا بحول الله بمواضيع أخرى
وبضيوف آخرين أيضا. إلى اللقاء.